بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. أحكام المرأة في الصيام. الدرس 15. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد مع فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أرحب بفضيلته في مطلع هذه الحلقة. حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. شيخ صالح، ورد فضل العمرة في هذا الشهر العظيم، شهر رمضان، لو حدثتمونا عن فضلها و يعني أن يحرص الناس على القيام بهذه السنة، نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومن إخوان المسلمين. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، فإن العمرة في رمضان فيها فضل عظيم، كما قال صلى الله عليه وسلم إنها تعدل حجة، وفي رواية تعدل حجة معي. فالعمرة في رمضان لا شك أن لها مزية ولها فضيلة، لفضل رمضان وفضل العمل فيه، ولكن إذا ترتب على العمرة في رمضان ترتب عليها أضرار، كالإمام الذي يترك مسجده ويذهب للعمرة في رمضان ويترك العمل الذي هو موكول إليه، هذا في الحقيقة أنه ذهب إلى سنة وترك واجبا. وكذلك الإنسان الذي يترك أولاده وتربيتهم والإشراف عليهم ويذهب للعمرة ويتركهم يضيعون، فهذا أيضا ضيع واجبا وذهب إلى مستحب. وكذلك إذا ترتب على العمرة المزاحمة الشديدة والخطر، كالذين يذهبون في العشر الأواخر أو في الليلة 27 ويجدون زحاما شديدا وخطرا، فهذا أيضا يترتب عليه ضرر، وربما لا يؤدي العمرة على الوجه المطلوب، بل قد لا يؤدي الصلاة على الوجه المطلوب بسبب الزحام الشديد، تعرض للخطر. فالحاصل أن العمرة في رمضان إذا حصلت ولم يترتب عليها مفاسد أو أضرار فلا شك في فضلها ومزيتها، أما إذا ترتب عليها سلبيات وأضرار فأرى أن بقاءه في بلده وصلاته مع المسلمين وتلاوته للقرآن واعتكافه في المسجد، الاعتكاف في المسجد أيضا فيه فضل عظيم، فلا يضيع هذه الأمور ويذهب إلى عمرة قد لا يأتي بها على الوجه المطلوب. نعم. أيضا ما يحدث أحيانا من بعض المعتمرين أن قد يذهب للمسجد ويترك أولاده أو بناته ربما يتسكعون في الأسواق، ويحصل من ذلك شيء من المخالفات في هذا، فما توجيهكم فضيلة الشيخ لمثل هؤلاء؟ نعم، السؤال أنه البعض ربما ذهب إلى العمرة وترك أولاده، ربما يذهب إلى المسجد الحرام ويترك أولاده في الأسواق يتسكعون، ويحصل منهم الضرر لأنفسهم ولغيرهم ربما. نعم، هذه ظاهرة أيضا، وهي أن بعضهم إذا جاء رمضان أو أثنى رمضان يذهب بعائلته وأولاده الصغار إلى مكة، ثم هو يجلس في المسجد الحرام للعبادة ويترك أولاده في شوارع مكة يهيمون ويعبثون أو يعبث بهم ويتعرضون للأخطار، فهذا محذور كبير، لأنه يضيع واجبا عليه ويضيع رعية استرعاه الله عليهم استرعاه الله عليها. فمثل هذا بقاؤه في بلده وفي بيته ومحافظته على أولاده وضبطهم أحسن له من الذهاب للعمرة على هذا الوجه. نعم. لو بينتم حفظكم الله للمرأة المسلمة كيف تعتمر، كيف تؤدي عمرتها؟ المرأة المسلمة تعتمر كما يعتمر الرجل، في أنها تحرم من الميقات، ولكن تختلف عن الرجل في الملابس، إنها تحرم في ملابسها العادية التي ليس فيها زينة، إلا أنها تنزع البرقع من على وجهها إذا كانت تلبس البرقع،
أو النقاب فإنها تنزعه عن وجهها، وكذلك تنزع القفازين عن يديها وهم شراريب اليدين، قوله صلى الله عليه وسلم في المرأة المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين. وما عدا ذلك من الملابس فإنها تلبس ما يسترها وما جرت عادتها بلبسه، وتغطي وجهها، تغطيه بغير البرقع والنقاب، وإنما تغطيه بالشيلة أو الخمار، وتغطي كفيها عن الرجال بثوبها أو بعباءتها. هذا بالنسبة لإحرام المرأة. وأما بالنسبة للطواف والسعي فإنها تطوف كما يطوف الرجال وتسعى كما يسعى الرجال، 7 أشواط للطواف و7 أشواط للسعي، إلا أنها لا ترمل كما يرمل الرجال، يعني لا تسرع في المشي في الطواف ولا في السعي كالرجال، لأنها امرأة ضعيفة، والرمل إنما هو للرجال، والسعي بين الصفا والمروة وهو الركض بين العلمين هذا للرجال أيضا، ولكن المرأة تمشي على هيينتها. هذا هو الفرق بين عمرة الرجل وعمرة المرأة. وكذلك الفرق في الحلق، الرجل يحلق رأسه أفضل وإن شاء قصر، أما المرأة فإنها يتعين في حقها التقصير بأن تأخذ من رؤوس شعر رأسها قدر أنملة. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هل للمرأة هيئة إحرام خاصة أو لون خاص؟ لأن بعض النساء أحيانا يلتزمن ذلك. نحن أشرنا إلى أنها تحرم في ملابسها العادية التي ليس فيها زينة، وليس الإحرام للمرأة ملابس خاصة، لا أحمر ولا أخضر ولا، وإنما ملابسها العادية التي ليس فيها زينة. نعم. تقول: نرى في المسجد الحرام من يتساهلن بإحضار الأطفال الصغار، وربما كان بعضهم مبتلا أو ببول أو نجاسة، فما نصيحتكم لهن فضيلة الشيخ؟ لا يجوز إدخال الأطفال المسجد الحرام ولا في غيره من المساجد إلا مع الانضباط، مع الانضباط بأن تضبطهم من العبث ومن الأذية للناس، ومن باب أولى تضبطهم من النجاسة من البول أو الغائط. أما إذا كان يترتب على ذهابها بأولادها إلى المساجد مضرة بالناس أو مضرة بالمسجد من تلويثه، فإنها تبقى في بيتها وتصلي في بيتها وتراعي أولادها ولا تذهب إلى المسجد. نعم. هناك من يكرر العمرة فضيلة الشيخ سواء لنفسه أو لوالديه رجالا ونساء، فما رأيكم بهذا الشيء؟ تكرار العمرة بمعنى أنه يسافر لها عدة مرات لا بأس به، أما تكرار العمرة بالنسبة للمقيم في مكة يعني يخرج إلى التنعيم ويحرم بعمرة ثم يخرج ويحرم بعمرة، فهذا خلاف الأولى، خلاف الأفضل، بل الأفضل له أن يبقى في المسجد الحرام في مكة في الحرم ويعبد الله بالصلاة والصيام والذكر وتلاوة القرآن والطواف بالبيت، هذا أفضل له من الذهاب إلى تكرار العمرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا ولم يفعله الصحابة، إلا عائشة رضي الله عنها لما ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم لأنها أحرمت قارنة بسبب الحيض ولم تؤدي العمرة وحدها والحج وحده كما أدى ذلك بعض الصحابة، فألحت على النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة مستقلة. أقنعها صلى الله عليه وسلم أو حاول إقناعها بأن عمرتها التي كانت مع حجها قارنة أنها تكفيها، فقالت: لا، يذهب الناس بعمرة وحج وأذهب بكذا. فعند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تخرج مع أخيها عبد الرحمن إلى التنعيم وأن تحرم بعمرة تطيبا لخاطرها، فهي قضية عين خاصة، بدليل أن الصحابة لم يكن يفعلون هذا. فبقاؤه في الحرم وتعبده فيه وإمضاء الأوقات فيه أفضل من ذهابه إلى الحل والإتيان بعمرة. نعم. هل ورد شيخ أن أخاها عبد الرحمن أتى بعمرة أم لا؟ لم يذكر هذا، لم يذكر أنه أتى بعمرة. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا قضية تكرار الطواف مع وجود شدة زحام،
البعض يكرر الطواف سعيا أو طلبا لأجله. الطواف سواء كان فرضا أو نافلة يؤجل إلى وقت السعة، ما يغامر الإنسان يدخل في الزحام، لأنه إذا دخل في الزحام ترتب على ذلك أمران: أولا أنه لا يتقن العبادة ولا يتقن الطواف كما ينبغي، الأمر الثاني أنه يضر بالناس، فعليه أن ينتظر إلى وقت تزول فيه الزحمة أو تخف. نعم. قد يكون مسافرا وله وقت ضيق أيضا بالنسبة للزحام، لكن المزاحمة أيضا على الحجر الأسود الشيخ بالنسبة للنساء خاصة، إذا كان الوقت بالنسبة له ضيقا ولا يقبل التأخير فيطوف، ولكن مع توقي الضرر بنفسه أو بالناس. وأما المزاحمة على الحجر الأسود فلا تجوز، لما في ذلك من الخطر، ولما في ذلك من التضييق على الآخرين والإضرار بهم لا سيما الضعفة، ولما في ذلك من مخالطة النساء والافتتان بهن، والعبادة مبنية على الخشوع وعلى الإخبات لله عز وجل، وليست مبنية على المغالبة والمشادة. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، وتقبل منا ومنكم ومن سائر المسلمين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، شكر الله لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجة الدائمة للإفتاء، ما بين ووضح وجعل ذلك في موازين عمله. وإلى أن نلقاكم مستمعي الكرام في لقاء مقبل بإذن الله تعالى، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.